عزيزتي شالا، علمت اليوم أنه قد جاء دوري للقصاص. أشعر بالأسى لأنك لم تخبريني أني قد وصلت إلى نهاية رحلتي في الحياة. ألا تعتقدين أنه من حقي أن أعرف؟ أتعلمين؟ أشعر بالخزي لأنك حزينة. لماذا لم تمنحيني الفرصة لأقبل يدك ويد أبي؟ لقد عشت 19 عاما في هذا العالم، وفي تلك الليلة المشؤومة كان يجب أن أكون أنا القتيلة. جسدي كان سيلقى في زاوية في المدينة، وكانت الشرطة ستستدعيك بعد أيام إلى مكتب الطبيب الشرعي لتتعرفي على جثتي، وكانوا سيخبرونك وقتها أنني اختصبت. لم يكن لأحد أن يتوصل إلى هوية القاتل، لأننا لا نملك أموالهم ولا نفوذهم. عندئذ كنت ستكملين بقية حياتك في معاناة النهار، وكنت ستموتين كمدا بعد 4 سنين، وهذا كل شيء. لكن تلك الضربة اللعينة غيرت القصة، فلم يلقى جسدي جانبا، وضع في قبر سجن أوين بزنزاناته الانفرادية. استسلمي للقدر ولا تشتكي. أنت تعلمين أكثر مني أن الموت ليس نهاية الحياة. منك تعلمت أن المرء يأتي إلى هذا العالم لكي يكتسب خبرة ويتعلم درسا، وأن مع كل ولادة تلقى على حامله مسؤولية. تعلمت أنه على المرء أن يقاتل أحيانا. أذكر أنك أخبرتني أن رجلا احتج على الجلاد الذي كان يضربه بالصوت، فضربه الأخير بدوره على رأسه ووجهه حتى الموت. قد أخبرتني أن المرء يجب أن يثابر حتى يعلي قيمته، حتى إن كان جزاءه الموت. تعلمت منك أنني بذهابي للمدرسة وجب أن أكون كسيدة في مواجهة الشجار والشكوى. هل تذكرين إلى أي حد كنت تشددين على سلوكنا؟ لقد كانت تجربتك خاطئة. حين وقعت الحادثة لم تساعدني مبادئي، فأثناء المحاكمة بدوت قاتلة باردة الدم ومجرمة لا تملك ذرة من الرحمة. لم أزرف دمعة واحدة، ولم أتوسل إلى أحد، ولم يغمرني البكاء، لأنني كنت أثق في القانون. لكني اتهمت باللامبالاة أمام الجريمة. ترين؟ لم أكن أقتل يوما بعوضة، كنت ألقي بالصراصير بعيدا، فأصبحت في لحظة قاتلة مع سبق الإصرار. لقد فسروا معاملتي للحيوانات على أنه نزوع لأن أصبح ذكرا، ولم يكبد القاضي عناء النظر إلى أني كنت أملك حين الوقائع أظافر طويلة ومصقولة. إن كان متفائلا، قد كان متفائلا من ينتظر العدالة من القضاء. لم يلتفت القاضي إلى نعومة يدي، لا توحي بأني كنت رياضية أو ملاكمة بالتحديد.
البلد التي زرعت في قلبي حبها نفضتني، ولم يساعدني أحد وأنا تحت ضربات المحقق لي وأسمع أحط درجات السبات. وبعد أن تخلصت من باقي علامات الجمال الباقية في جسدي، أعطوني مكافأة 11 يوما في الحبس الانفرادي. عزيزتي شعلة، لا تبكي على ما تسمعيه مني الآن. في أول يوم لي في مركز الشرطة، عنفني ضابط كبير السن أعزب بسبب أظافري. عرفت يومها أن الجمال ليس من سمات هذا العصر. جمال المظهر الأفكار والرغبات، جمال الخط، جمال العين والرؤية، ولا حتى جمال الصوت الجميل. أمي العزيزة، أمي العزيزة، تغيرت فلسفتي وأنت لست مسؤولة عن هذا. رسالتي لك لا تنتهي، سلمتها لشخص تعهد بأن يرسلها إليك بعد أن يتم إعدامي دون حضورك أو علمك. لقد تركت لك الأثر المكتوب ميراثا، لكن وقبل أن أموت أريد أن أطلب منك أن تلبي جزءا من وصيتي. لا تبكي، لا تبكي، واسمعيني جيدا. أريد منك بأن تذهبي للمحكمة وتعلني رغبتي. لا يمكنني كتابة هذه الرغبة من داخل السجن، لذا سيتوجب عليك أن تعاني من أجلي مرة أخرى. هو الأمر الوحيد الذي لن أغضب إذا اضطررت أن تتوسلي من أجله، علما وأنني رفضت أن تتوسلي لإنقاذي من الإعدام. أمي الطيبة، أمي الطيبة العزيزة شعلة، الأعز علي من روحي، لا أريد أن أتعفن تحت الثرى، لا أريد لعيني أو لقلب الشاب أن يتحول إلى تراب. توسلي إليهم ليعطوا قلبي وكليتي وعيني وكبدي وعظامي وكل ما يمكن زرعه في جسد آخر إلى شخص يحتاج إليهم بمجرد إعدامي. لا أريده أن يعرف اسمي أو أن يشتري لي زهورا، ولا حتى أن يدعو لي. أقول لك من صميم قلبي أني لا أريد أن أوضع في قبر تزورينه وتتألمين. لا أريدك أن ترتدي الأسود. ابذلي ما في وسعك لتنسي أيامي الصعبة، اتركيني، اتركيني لتبعثر من الريح. لم يحبني العالم، لم يحبني العالم، ولم يتركني لقدري. أنا أستسلم الآن وأقابل الموت بصدر رحب. أمام محكمة الله سأوجه الاتهام للمفتشين وقضاة المحكمة العليا الذين ضربوني وأنا مستيقظة ولم يتورعوا عن التحرش بي.
أمام الخالق، سأوجه الاتهام إلى الطبيب فروندي، سأوجه الاتهام إلى قاسم شعباني وكل من ظلمني أو انتهك حقوقي، سواء عن جهل أو كذب، ولم ينتبهوا إلى أن الحقيقة ليست دائما كما تبدو. عزيزتي شعلة ذات القلب الطيب، في الآخرة سنوجه نحن الاتهام، سيكونون هم متهمون. دعينا ننتظر إرادة الله. أردت أن أضمك حتى أموت، حتى أموت. أحبك، أحبك ريحانة.